علق في صديق. السبب انه فاضي، ما عنده شيء، فاضي من الأعمال، وأيضا فاضي داخليا. فلما يكون هذا الإنسان فارغ من الداخل، هنا وش راح يسوي؟ راح يدور أي شيء ممكن إنه يعني ينشغل فيه، وبعدين يتعلق فيه، ويصبح هذا الشيء مرض، اللي هو مرض التعلق. يلا تعالوا فكوا هذا الإنسان الآن تعلق، فيلا كيف نفك هذا ال وجدان؟ شيري لل اللي عندك البنات، أو أنا بشير. زي ما قلت لكم، إذا وضع له خطة كاملة، هنا أنا أقول لكم هو راح يعني ينجز في نهاية اليوم، راح يحس بسعادة. وإيش السعادة؟ طيب أبقول لك يا جي، أنت أساسا مو بس من البودكاست التدريبية قلت لكم عنها، دروس الكورت هذه كانت تقريبا كم كانت من مهارة؟ كانت 60 مهارة. تخيلوا أنتوا تمتلكون معاكم 60 مهارة. شبهها المدرب، هذه 60 مهارة، شبهها المدرب بعدة مثلا كهربائي، ميكانيكي. طبعا أنا في كل مكان، يعني مثلا الميكانيكي هذا في كل مكان معاه العدة كاملة، بس لما يروح لي اي صح، سباك مش ميكانيكي، او الميكانيكي بعد، حتى الميكانيكي، فلما يروح لاي مكان خلاص على حسب الموقف اللي بيواجهه، هو راح يطلع الادوات من الشنطه اللي معاه ايضا.